وغادي نخليكم تنسالي عاوتاني ونوريكم شنو غندير مورا. مهم من بعد ما ساليت كنبغي نصحكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كلشي على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. كي تتعاودوا؟ كيفاش اش تتعاودوا؟ كلشي بخير، راكم مزيان. صراحه هاد الفيديو هذا كان بزاف ديال البنات يبقاو يقولوا لي كل مره عطينا فكره ديالنا وقولي لنا المنتوجات اللي تديري داكشي. المهم اللي بغيت نقول لكم بعدا قبل ما تبداو الفيديو، هبطوا ضغطوا ليا على زر الاشتراك وزر الجرس باش توصلوا باي جديد ديالي. هادشي فضلا منكم وليس امرا. اليوم صراحه جيت بغيت نشارك معكم هذا الروتين المسائي، روتين اللي صراحه شغنقول لكم اللي هو زوين، بغيتكم تستافدوا منه بالنسبه للبنات. ولكن دائما انا سنصحكم البنات ما تبقاوش بالنسبه، شوفوا انا قبل ما ندير كسيده انا كانوا فيا ريطاش، كان فيا بزاف ديال الحوايج، كان وجهي شويه سميمار، ما كانش عندي لون موحد. الا لاحظتوا انا راه عندي دابا وحق لا اله الا كنصور معكم وما دايره حتى شي حاجه، يعني بشرتي كيف ما كتشوفوها في لا فيديو، يعني راه ما دايره لا فيلتر لا حتى شي حاجه. اللون ديال وجهي ولا البشره ديالي كيف ما تشوفوها في لا فيديو. كنت انا كان عندي مشكل شحال هذه ملي كنت كنقرا الصور وكانوا فيا لي بوان نوار، وحده يمكن كانت فيا وحده، وهي تلقاني واحد البنت في الطريق ديال الحي داخله، وهي تقول لي اختي واش ما كتحيديش ديك البوان نوار؟ قلت لها شنو هما؟ انا اصلا ما عارفه واش ديك الساعه. قلت لها شنو هو؟ وهي تقول لي واحد البوان نوار عندك هنايا. قالت لي اجي نحيدها. قلت لها صافي واخا. قلت لها صافي حيديها الا بغيتي حيديها ليا. تصوروا معاه، هي كانوا عندها الضفار وضفارها طوال وموسخين وحاجه معاله وهذاك. انا حاطيها لي في وانايا مع في واحد القاعده تنعف في تبعكي هذاك الخاو. صافي هي هذيك وهي تقول لي عطيني نيفك. صافي وانا نعطيها تصور وشدات، وهي ضغط عليا بزاف مع راكم عارفه ما كتكونيش دايره داك حمام مريم، بشرتك ناشفه ماشي في بحال الحمام وداكشي. صافي وهي تقول لي عطيني تصوروا ملي حدت لي هذيك بوان واغ، من موراها بقاو ضفاره هكاك مرسومين حتى ولا هاد نيفي كامل هنايا ولا كحل بحال ولات فيا بحال واحد الكلفه. قلت لها ودي عينك الله يجدك يجدك زعما نتلاقاو وتحيدي هذيك بوان واغ والله ما تبقى فيا ولا زعما ولا يوقع هادشي. صافي هي هذيك مشيت بقيت كندير انا. هي الحاجه الوحيده اللي كنبغي نصحكم بها هي ما كنخلطش زعما اي حاجه شفتها ولا اي بوماده كنديرها من عند اي بنت ولا هذا. سبحان الله، يعني اي بوماده كنديرها كتجي ليا مع وجهي تنشوفها، يعني الا ما دارت لي والو وجهي كنبقى متبعاها. المهم انا علاش بديت كنقول لكم راه ماشي اي حاجه كنشوفها. المهم انا راه ما تندير لا اشهار لا والو، عارفين انا بغيت نشارك معكم هذا اللي هو غزال 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 شفتو عند صاحبتي جابتو لها اختها من عند الافارقه وكنت مشيت انا وياها للحمام وانا نديروه. درناه تي راه كنهضر لكم عليه، راه في شهر 4 قبل ما رمضان درناه. وتصوروا حق الله ملي درنا داك الماسك وداك الشيء ويخرج وجهي واعر واعر واعر، خرج زوين زوين يعني جا معايا. وصافي مشيت بقينا كنقلبوا تنقلبوا. واحد النهار صدفه ولاو الافارقه كيدخلوا عندنا للسوق هنايا صدفه، وانا نلقاها لقيته عنده. انا نقول لها واش هو هذا؟ غير انا اللي خديت انا ديال الودعه والببوش، هي كان عندها ديال الودعه بوحديته. صافي هي هذيك قلت له بشحال؟ هو يقول لي ب 20 درهم. قلت له صاحبتي شريها شويه ب 13 درهم. هو يقول لي صافي خذي ب 13 درهم. المهم خديته صراحه. هو الا ما نفعك راه ما غيضركش. انا راني جربته قلت لكم من شهر 4، راه دابا شهر 12 يعني شي حاجه اللي واعره. وكنديرو اكثر ياسا نديرو ملي تنكون هكا جيت من الشمس، ولكن ما كنديروش نص النهار حتى كنخلي كنغسل بشرتي وكنخليها ترتاح لغد لي. كنديرو راه سبحان الله والله حتى زوين. وتنديرو عاوتاني ملي كنكون في الحمام كنديرو تنغسلو. صافي بالنسبه لهذا الماسك الاسود هذا اللي كنت شاركت معكم ديك النهار اللي هو تندير دائما صور تقريبا راه عندي مده هادي. انا بالنسبه لهاد المنتوجات هادو مازال مبقاش زعما كل مره تنشري ولا هذا، يعني ندير
كنحاول على الحاجه، ماشي كنتزقرم، كنحاول على الحاجه بما انني ظروفي لا تسمح لي انني اشتري كل مره هذه المنتوجات. سوف اخلط واجلط وجهي على هذا الشكل كما ترون. صراحه عجبتني هذه اللغه، صراحه الصراحه وليت تصوروا دابا كيفاش وليت العقل سحت لي العقل شعلي وفي حركه. البنات وحق الله راه ما رشقاش ليا، تنحاول انني نضحك ونهضر بهذه الطريقه وهادي. المهم ضحكوا اللي ما عجبناه نفقصوه ياكو، هادشي اللي كاين، ضحكوا اللي ما عجبناه نفقصوه. خصي يعني يبقاو الناس انا يعيروا فيا وانا نبقى انا يا نتألم، نبقى انا اختي تسوق ليهم. تسوقش ليهم، ما تسوق ليهم، طبعا توقع على البحر. صافي انا المهم انا درت هاد الماسك كما ترون، غادي نخليه حتى يكرم، تيكرم مزيان صراحه. انا تيجي معايا هاد الماسك واعر، ملي تنحيدو تبقى لي بصرتي بحال شي بيبي صغيور. صافي غادي نغسلو غنوريكم الماسك الثاني شنو غندير من مورا، وغنوريكم الروتين ديالي شنو هو. المهم هانتوما كيفما تشوفوا يلا حيدتو. صراحه كنبغي نحيدو ندير ديك الطريقه بدقه ولكن ما تصدقش ليا. المهم خليته حتى كرم شويه، مع كنت انا اصلا زدت بحال ما درتش كوشه رقيقه، درتها شويه غليظه، يعني بقى لي هنايا واحد تسنيتو تنشف مزيان، تتسني تنشف مزيان وعاد درت. المهم دابا غادي ندير معكم، المهم ما تنساوش انتما اللي بغات تاخذوا راه ديال هاد الماسك هذا ديال الودعه والحلزون، وساهل هو البنات اللي تيكونوا عاكزين العكاز وداكشي ملي تنعكزو هكا نخلطو شي ماسك، يعني هذا موجود تحطيه في الدوش ديالك، حطيه يعني في اي هذا ديريه، فهمتوا؟ في اي لحظه بغيتي ديريه، تنوضي الصباح ديريه، في الليل كيجي زوين. وانا كيف ما تشوفوا تشوفوني تنركز على الحناك والنيف، انه هما اللي كيضروا ليا راك عارفين مع الفولار وداكشي هما اللي كيضروا. ايوا صافي حنا وسخنا دابا الشعر حنايا، جلطنا وبخلطنا صافي. المهم هانتوما كيف ما تشوفوا مديوش على الشعر وغادي نخليكم تنسالي عاوتاني نوريكم شنو غندير مورا. مهم من بعد ما ساليت كنبغي ننصحكم بهاد النيفيا هادي اللي هي اللي قلت لكم كندير بالليل. صراحه عرفتوا شي حاجه اللي هي زوينه كنبغي ننصح بها اي وحده تينشف وجهها، حتى بالنسبه للدراري هذا راه ما كدير حتى شي حاجه، غير هي نصيحه يعني يكون وجهكم نقي نقي، وعرفتوا فيها واحد الريحه واعره كما كنقول لكم دائما في الفيديو، فيها واحد الريحه زوينه. المهم تنتمنى انكم غير تستافدوا من الفيديو ديالي، حنا راه لا اشهار لا 17 كنبغيو نشارك معاكم داكشي صافي. وبالنسبه للبنات اللي تينشف فمهم هذه كتكون عندو مور 5 دراهم ولا 3 دراهم، المهم اي كلو صافي كنديرو، ما كتبين لا لون لا حتى شي حاجه، غير باش تبقى البشره ديال الفم ديالك هكا رطيطه، راكم عارفين مع البرد وداكشي. نتمنى يا ربي يعجبكم هاد لا فيديو، وما تنساوش ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم. المهم هاي هادي الا بغيتو تصوروها، هادي الصراحه انا ما خديتهاش، كانت خد صاحبتي جابت ليها جوج وعطاتني وحده، يعني زوينه. المهم نخليكم امان الله، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو القادم.